في بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأسماك، فهي تقطعها بسرعة وتدخلها الفرن، ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك. كيف هذا؟ وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة تقديم، تأخذ حية السمكة من البحر، الحوض، نعم، من الحوض، من الحوض، ثم تقطع بسرعة وتدخل الفرن ثم تخرج وهي تتحرك، هل تؤكل؟ كأنك تسأل خيالا. لا، هذا موجود. أصبر شوي، تفضل. ممكن أن بعض الوحوش من البشر أن يدخلوا السمك إلى الفرن حيا، هذا ممكن، وهذا حرام طبعا، لا يجوز. أما أن تخرج السمكة أو قطعها ويتتحرك بمعنى أن فيها حياة، هذا خيال. صيغة السؤال هم أنت تختار من الحوض، يأخذها يقطعها بسرعة هائلة في وعاء فيه زيت، هو يضعها في الزيت، في نفس الوقت تطلع من الزيت، ما يخليها يعني مدة طويلة، إنما تضعها في الزيت لأن السمك ينضج بسرعة، فيخرجها في نفس الوقت يضعها في الصحن، فتطلع لها لا زال تحس إن السمك يتحرك. السمكة مقطعة ولا كما هي بذاتها ورأسها؟ مقطعة الزعانة والأحشاء الداخلية. أين؟ بسرعة. ما هذه مو حركة حياة، هذه حركة قلي. المهم أنه لا يجوز إلقاء السمك في الزيت وهو حي، حينئذ يحرم أكله. نعم. إذا كان من الجائز أن أجيبك حسب سؤالك، فالجواب يتعلق بالآمر، إلا في حال كون الآمر أمر المأمور بأن يتحقق من عدم وجود في ذلك المكان الذي يخرج فيه الغاز المميت القاتل أحد، فإذا أمره ولم ينفذ أمره فهو المسؤول وليس الآمر. واضح؟ نعم. طيب. القتل شبه العمد، هل يصوم بعدد القتلى لكل منهم شهرين؟ ما عندي الآن جواب. طيب.